correct answer from A, B, C, or D. Luxor has a lot of interesting not space يعني. One of them is Karnak Temple. دايما لازم اقرا الجملة كلها عشان اعرف احل ال choose. Luxor مدينة اللوكسور has a lot of interesting has يعني لديها a lot of الكثير من interesting ايه احنا قلنا ايه interesting يعني مشوق ها moments لحظات moments يعني لحظات monuments اللي هي اثار ولا dictionaries قواميس ولا corners اركان طبعا بدون تفكير monuments الكثير من اثار one of them واحد منهم is Karnak Temple معبد الكرنك Ahmed is a student. This means he is calm and quiet. احنا قلنا Ahmed is ولازم اكمل بقية الجملة عشان اعرف حل اللي تشوز يعني this means لازم يعني لو وقفت لحد هنا انا مش عارف اختار انهي صفة فيه لازم اكمل الجملة التانية this means هذا يعني he is ويكون calm and quiet calm يعني هادئ وquiet هادئ خلاص دي صفتين فيهم يبقى أني واحدة قلنا peaceful ليه؟ لأن careless عديم الاهتمام careless يعني لا يهتم كل وحدها يعني يهتم less حطت لها كلمة less يعني بقت عديم الاهتمام زي حتى أربطها لكم بكلمة ايه في نظارة كده اسمها frameless في نظارة اسمها frameless يعني بدون frame يبقى لما بحط less للصفة بخليها بشيل منها معناها يبقى كيرلس عديم الاهتمام helpful يعني مساعد خلاص help يعني يساعد helpful يعني كثير المساعدة لأصحابه noisy يعني شقي يبقى أنهي واحدة فيهم لو ما كنتش قريت الجملة التانية ما كنتش عارف اختار يبقى this means ان هو calm and quiet انه هادئ يبقى معناها peaceful مسالم او هادئ you can see a lot of beautiful fish in there انت تستطيع انك ترى اخد بس بالي من حاجة كان يستطيع كان دي من المودل فيربس الافعال الناقصة يعني ايه مودل فيربس يعني افعال ناقصة ان ما ينفعش الناقصة يعني ناقصة يعني ما ينفعش تيجي لوحدها يعني ما بت يعني لو جت لوحدها ما بتتممش المعنى لازم يجي بعدها فيرب فعل والفعل اللي بيجي بعدها بيجي في الانفينيتيف من غير اي ان جي او اس او اي دي في صورته الاصليه من غير اي ان جي او اس او اي دي يبقى بيجي بعد الكان اللي هي من الافعال المودل فيربس بيجي بعدها الفيرب في الانفينيتيف عشان كده قلت سي من غير اي ان جي او اس او اي دي في التصريف الاول يو كان سي ا لوت اوف بيوتيفول فيش الكثير من الاسماك الجميله ان ذا ايه ان ذا ميوزيوم في المتحف ولا بانك في البنك ولا لايبراري في المكتبة ولا اكواريوم طبعا اكواريوم خلاص اللي هي حوض السمك الكبير اللي بيبقى فيه الوان مختلفة من الاسماك والوان جميلة جدا يبقى في الاكواريوم انا بشوف الكثير من الاسماك الجميلة في الاكواريوم if you want to see trees لو عايز تشوف if you want to معناها تريد ان if you want to تريد ان تشاهد trees أشجار and other interesting plants و interesting plants يعني نباتات شيقة أخرى other يعني أخرى you can go to gardens تستطيع أنك تذهب إلى gardens إحنا قلنا خلاص كان معناه تستطيع وبيجي بعدها verb لكن want to تريد أن وإف إف هنا إحنا قلنا إف ليها قاعدة صفرية يعني إيه الصفرية دي؟ يعني اللي بيجي بعدها زي المضارع البسيط في جملتين إمتى بستخدمه؟ لما بكون بقول فاكت معلومة علمية حقيقة مثبتة خلاص؟ يبقى دي كأنها معلومة علمية أو حقيقة مثبتة لو أنا عايز أشوف الأشجار والنباتات الشيقة you can go to ها خلاص يبقى دي الحالة الصفرية من إف اللي بيجي بعدها الجملتين في المضارع البسيط botanical gardens حدائق نباتية والإلكتريكال جانز إلكتريكال يعني كهرباء كهربية سبورت رياضية ولا بالانس متوازنة طبعا botanical gardens لحدائق نباتية my uncle is very good at sports يعني خالي أو عمي جيد جدا في رياضات at handball
وحتى بالعربي كده خصوصا في كرة اليد خصوصا. يبقى ايه؟ هاردلي صعوبة ولا جاست ولا فقط ولا سبيشيالي خصوصا ولا اوني فقط؟ طبعا سبيشيالي حتى نقولها بالعربي. هو جيد في الرياضات خصوصا في الهاند بول. طيب ناخد بقى الستودنت بوك اللي هي اس بي دي، اللي هي اس دي اختصار ستودنت، اول حرف من ستودنت، والبي بوك ستودنت بوك اند ورك بوك اكسرسايزز. طيب there was، ونهتم اولا نهتم جدا بتدريبات الورك بوك لان بيجي ساعات منها كتير في الامتحانات او اساسي في الامتحانات ان شاء الله. There was a lot of on the road this morning, so Mr. Ahmed was late for work. يعني كان الكثير من ايه؟ care الاهتمام، ولا peace سلام، ولا traffic مرور، ولا جوس عصير؟ طبعا traffic. خلاص طالما قلت road يبقى traffic، يبقى كان كثير من الازدحام مروري، يعني ازدحام مروري on the road this morning في هذا الصباح. عشان كده so يعني معناها هنا لذلك، so لذلك مستر احمد was late for work، كان متأخر لي على عمله. This machine does many things، هذه الآلة تفعل many things، أشياء كثيرة. It's very peaceful، مسالمة هادئة، ولا useful مفيدة، ولا careful يعني بتعتني، careful يعني بتعتني بالناس أو بالأشخاص، ولا helpless. helpless دي help يعني يساعد، less أول ما حط لها less نفيت المعنى عنها، يعني helpless يعني غير مفيدة، يعني غير مساعدة، يعني زي قلتها مثلا، يبقى هي useful. It's very useful. My city مدينتي has lots of، الكثير من lots of قلنا اللي بتساوي lots of، okay lots of الكثير من monuments. I like them very much، أحبهم كثيرا. يبقى إيه monuments، أختار إيه؟ interested شيقة، ولا silly سخيفة، ولا interesting شيقة، ولا ugly قبيحة؟ يبقى أنا كده عندي two words أنا مختلفة فيهم بنفس المعنى، interested و interesting معناهم الاثنين شيقة، لكن هختار أنهي واحدة؟ هختار interesting. طب ليه اخترت interesting؟ لأن قلنا اللي غير الإنسان لجمادات أو أي شيء تاني غير الإنسان بختار الصفة اللي آخرها ing، إنسان باخد إيدي على طول. خلاص طيب الأشخاص إيدي، غير الأشخاص ing. تدريبات بقى المعاصر. I can eat two books from the public library in my area. أنا أستطيع، وإحنا قلنا كان من المودل فيرس الأفعال الناقصة اللي بيجي بعدها الفيرب في الانفينيتيف من غير ing أو s أو t أو ed. أنا أستطيع إن أنا lend أسلف، أنا معقولة أو يعني أشوف أول معنى الجمل الأول، two books كتبين from من the public library من المكتبة العامة in my area في المنطقة اللي أنا عايش فيها، يعني my area المنطقة اللي أنا عايش فيها. lend أسلف، ولا give أعطي، ولا borrow أستلف أستعير، ولا leave أغادر؟ طبعا borrow. أنا بعمل إيه دايما؟ البورو من المكتبة مش بسلف، يعني lend دي أسلفك أنت، I lend you money، لكن ما ينفعش أقول من المكتبة أن أنا راح أسلفها، طبعا بستعير اللي هي borrow. We have four space، north شمال، north south east west الاتجاهات، شمال جنوب شرق غرب. خلاص يبقى north south east and west and west east and west دي الاتجاهات. يبقى عندنا الاتجاهات اسمها ايه؟ secrets اسرار، ولا seasons اللي هي مواسم، season اللي هو موسم، seasons مواسم، ولا dictionaries اقرا كويس، اقرا السبيلنج عشان الكلمتين دول السبيلنج بتاعهم يلخبط، دي dictionaries قواميس، ولا directions اتجاهات، طبعا directions اللي هي اتجاهات. I am interested in animals، أنا مهتم بالحيوانات، so I love going to the natural، أنا مهتم بالحيوانات in so لذلك، هنا so معنى لذلك. I love، قلنا love و like و hate و dislike بيجي بعدهم الفيرب في الـ ing، going
أو الفيرب جاي، الفيرب جاي في الاي ان جي اهو، to the natural A museum، متحف ايه الطبيعة. جيوغرافي الجغرافيا، ماث الرياضيات، ولا ساينس العلوم، ولا هيستوري التاريخ؟ طبعا ساينس. ليك تمساح is a beautiful lake، بحيرة تمساح بحيرة جميلة. A beaches around it، قلنا with مع، لأن of دي المضافة، الأشياء المضافة ما ينفعش، ولا from يعني من، ولا to إلى، ما يجيش إلا with، be يعني مع أو be. بحيرة التمساح جميلة، بحيرة جميلة، بشواطئ أو مع شواطئ حولها، بشواطئ حولها، okay around it يعني حولها. رحم has read a 12 short stories. has read يعني قرأت، قرأت ده مضارع تام. عرفت منه مضارع تام لأن has والتصريف الثالث الفعل has read، كأني بقول بالظبط نطقها زي نطق اللون الأحمر بالظبط has read. طيب هنا معناها ايه؟ قرأت 12 قصة. وعايز بس اشرح حاجة بسيطة سريعة. هنا ليه قلت قرأت؟ ان المضارع التام بمعنى كده حاجة في الماضي. طب ليه هنا؟ طب ده معناه ايه؟ انها قرأت وما حددتش الوقت. لو ما حددتش الوقت ده استخدام من استخدامات المضارع التام. لما بقول مثلا فعل عملته في الماضي وما حددتش وقت يبقى استخدم المضارع التام. خلاص؟ وطبعا غير ان دي ده سبب. والسبب التاني ان برضه من استخدامات المضارع التام ان حاجه ادتني اكسبيرينس خبره، يعني قرات 12 قصه قصيره فادتها خبره ومعلومات. بس سيبكم من التفاصيل دي، اهم حاجه التفصيل الاولانيه الاستخدام الاول، ان انا بقول ان انا حاجه عملتها في الماضي ما حددتش سبيسيفيك تايم، ما حددتش وقت. انا قلت ان انا خلصت تنظيف الشقه، I have finished my homework، خلصت واجبي. I have finished cleaning، خلصت التنظيف. خلاص خلاص يبقى ما حددتش وقت، يبقى استخدم مضارع تام. حاجه عملتها في الماضي وما حددتش وقت، يبقى نحفظ كده مضارع تام. حاجه عملتها في الماضي وما حددتش وقت، حاجه عملتها في الماضي ما حددتش وقت، ما حددتش وقت، دي اهم حاجه، يبقى مضارع تام من استخدامات المضارع التام. وهنشرحه ان شاء الله في حلقه خاصه بيه، المضارع التام هيبقى سهل جدا عليكم ان شاء الله، وباذن الرحمن مش هتلخبط فيه ابدا. يبقى رحمه has read A 12 short stories، خلاص round يعني دائري، ولا around خلاص يعني حوالي، ولا rounded bound ها خلاص، rounded دي برضو يعني ايه دائري، يبقى around حوالي، around حوالي. Judy always goes، خلاص ايوه جودي always دائما، خلاص goes، goes دي اللي هي ايه؟ فعل go مع هي وشي وات، بناخد اس. طب ايه الاي دي جت منين؟ في اللي هي في الفيرب جو، في الفعل جو، ما هي جو المفروض لما احط لها اس تيجي بعد الاس بعد الاو على طول. لا، الحرف الفعل لو انتهى، الفعل لو انتهى بأو اكس سي اتش اس اتش اس اس او زي بحط ايه قبل الاس، عشان كده كتبت الجو بالطريقه دي. بحط لو الفعل انتهى بأو او اكس او سي اتش اس اتش اس اس او زي بنحط ايه قبل الاس. يبقى جودي always goes دايما بتذهب، دائما تذهب in the pool في حمام السباحه. يبقى جو ايه؟ احنا قلنا جو لما بيجي بعدها فيرب بيبقى فيه ايه الاي ان جي، swimming swimming. The Nile through، طيب وبالنسبة معلش انا هرجع بس النقطة دي، في ان شاء الله عندي في على الشانل بتاعتنا على القناة في فيديو عن المضارع المستمر، زمن المضارع المستمر، في تفصيلة وشرح ليه ان انا بعمل دبل، ان انا بكرر الحرف اللي قبل الاي ان جي، هتلاقوه ان شاء الله مشرح بالتفصيل. انا بس عشان ما نطولش في وقت الفيديو، اوكي هتلاقوا ان شاء الله شرح ليه بعمل دبل للحرف الاخير قبل ما احط الاي ان جي في الفيديو. The Nile through the city of Banha، يبقى احنا قلنا ايه؟ اول ما نقول النهر بيجري، The Nile نهر النيل، runs through، حتى احنا حافظين كده المصطلح runs through يجري عبر.
لانه ووكس يمشي، فلايز يطير، سويمز يعوم. طبعا هي من غير تفكير رانز، رانز ثرو يمر خلال او يجري خلال. ادم to his work late yesterday. خلاص يعني ايه بقى؟ احنا قلنا late يعني متأخرا، بنقولها لايه؟ arrived وصل، ولا got اللي هي الماضي بتاع get، arrived الماضي بتاع arrive، got الماضي بتاع get، reached اللي هي وصل. خلاص بحس قلنا ايه، وfound يعني يجد، فاوند مستبعدة، وليتش مستبعدة. ليه مستبعدة؟ لان وليتش ما بيجيش بعدها بالبوزيشن حرف جر ابدا، فلقيت حرف جر يبقى هو حلها لي. يعني ليتش دي يعني ايه مستبعدة؟ اكس مستحيلة لانها ما بيجيش بعدها حرف جر. طب انا محتارة بين arrived و got، اختار انهي فيهم؟ اولا to وليت بيجي مع got، got to ليت، واللي حدد لي كلمة ليت متأخرا، لأن بتزيد أدت معناها الصعوبة. وصل متأخرا بالأمس، آدم to his work لشغله ليت متأخرا بالأمس yesterday. و الأفعال هنا كلها ماضي. ليه ماضي؟ ليه ماضي بسيط؟ عشان كلمة yesterday بالأمس، فأصبح زمن الجملة ماضي بسيط. خلاص عشان كده قلت arrived got اللي هي الماضي بتاع get، يبقى got الماضي بتاع get to his work وصل متاخرا، يبقى كلمه late هي اللي خلتني اختار get، لان قلنا get to يعني يصل الى بصعوبه، اللي بيحدد لي كلمه late بيحدد لي hardly لو لقيت معنى الجمله ان هو كان تايه and so on. خلاص كده الحمد لله وصلنا لنهايه الفيديو ده، وخلينا كده اظن كده اشملنا ان احنا كنا بنشرح معاني كلمات وكمان جرامر. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو ده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وان شاء الله باذن الله استنونا باذن الله فيديوز ان شاء الله جايه كتيره باذن الرحمن ان شاء الله يعني باذن الله. والى ان القاكم سي سون ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.